الحاجه الاولانيه قلنا عنها ايه؟ الاتحاد ايه؟ الجوهري. المسيح جه مش علشان ينقض الناموس، لكن عشان يعمل ايه؟ يكمل الناموس، مش كده؟ فالمسيح في المعموديه اتحد مع دعوه يوحنا المعمدان للبر، دعوه الله دي. دعوه يوحنا المعمدان للناس ان هم يعيشوا حسب طرق الله، يعيشوا حسب وصايا الله، بس الشعب عمل ايه؟ ما قدرش، مش كده؟ فالمسيح بيتحد مع هذه الدعوه دي ان هو ينبغي ان يعيش المسيح يعني حسب وصايا الله، وانه يتمم ناموس الله ويتمم العهد القديم. فهو المسيح هنا في معموديته بيتحد مع هذه الدعوه دي ومع الله البار ده، مش كده بس، ده كمان بيتحد معانا احنا. معانا ايه؟ احنا في المعموديه اتحاد معانا احنا. احنا زي ما واحد قال كده، احنا ناس يعني فقراء، احنا ناس مجانين، احنا على ناس يعني غلاب علينا ديون كتيره، واخد بالكم، ديون كتيره علينا، دين الخطيه كتير قوي، واحنا عاجزين عن ان احنا نعمل ايه؟ نسدد الدين اللي علينا ده، عايزين ان احنا نسدد الخطيه. الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا ايه؟ ولا واحد. احنا كلنا اخطأنا، وداود يقول هانذا بالاثم صورت وبالخطيه حملت بي ايه؟ امي. فاحنا كلنا محكوم علينا بالموت، احنا علينا خطايا، خطوره كبيره قوي، واحنا عايزين ان احنا نعمل ايه؟ نسدد الفاتوره اللي علينا ونسدد الدين ده. لما يجي المسيح ويقف في المعموديه كده وياخد مكاننا احنا كده، هو بيتحد ايه؟ يتحد معانا، وكانه هو اللي يقول للاب انا اللي هسدد ايه؟ الدين ده، انا اللي هسدد الدين. اخذ العريضه اللي علينا دي، اخذ دي وقال انا اللي هسدد الدين، انا بتحد مع الخطاط. يقول عنه الكتاب احصي مع ايه؟ اثما، وهو حمل خطيه ايه؟ كثيرين، وشفع في مين؟ في المذنبين. هو اتحد بينا احنا، اتحد جوهر، اتحد بينا احنا، هو اخذ مكاننا احنا، اتحد مكاننا عشان يسدد الدين ده نيابه ايه عنا. ما عجزنا احنا عنه، ما عجزت البشريه، ما عجز الانسان عنه، يسوع اتحد بينا، يعني تضامن معانا، يعني خد مكاننا، خد مكاننا احنا، وقف في المكان بتاعنا احنا عشان يقول انا اللي هسدد ايه؟ انا اللي هسدد. المسيح بصوا معايا، باتحاده بينا اطاع الناموس طاعه كامله، ينبغي ان يتمم كل ايه؟ كلمه يتمم يعني ايه؟ يتحقق، يكمل، يحقق البر ده. ايه اللي هيتممه؟ يتمم ناموس، ناموس العهد القديم، ناموس كله العهد القديم، يتممه، يتممه في حياته هو على الارض. فالوحيد اللي هو عاش حسب طرق الله، الوحيد اللي تمم الوصايا، الوحيد اللي تمم الناموس هو مين؟ هو الرب يسوع المسيح، مش كده؟ لكن احنا ما قدمناش البشر، لان من اخطا واحده فصار ايه؟ مجرما في ايه؟ في الكل. ما فيش ولا واحد قدر ينفذ ايه؟ الناموس، مش كده؟ عشان كده المسيح جه واطاع الناموس طاعه ايه؟ طاعه ايه؟ دي سموها طاعه يعني طاعه ايجابيه، مش كده؟ احنا بقى بايماننا بالرب يسوع المسيح تحسب لنا هذه الطاعه دي، كان احنا اطعنا الناموس، مع ان احنا اللي كسرنا الناموس، بس المسيح وقف مكاننا، اخذ يعني مكاننا احنا، اتحد بينا احنا. ايماننا دي يحسب لنا بر طاعته معايا، يحسب لنا ايه؟ بر طاعته، مش كده بس، لكن المسيح كمان مات، مات من اجل خطايانا، مات على الصليب، دي سموها الطاعه السلبيه، يعني سلم نفسه للاب، ان هو اللي كان في صوره الله لم يحسب خبثه ان يكون معادلا لله، لكنه عمل ايه؟ اخذ نفسه اخذا صوره ايه؟ وجد في الهيئه ايه؟ كان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، طاعته دي بموته على الصليب من اجلنا، فهو اتحد بينا وحمل ايه؟ حمل خطايانا احنا، مش كده؟ مش كده بس، لكن مش ظل في الموت، لكنه عمل ايه كمان؟ قام من بين ايه؟ الاموال، ومجد الله، وعاش الحياه المنتصره، الحياه الغالبه، ومجد الله في حياته. اقول الايه دي، عبرانيين اصحاح 2 وايه 14 و15، قولوا الايه دي معايا. فاذ
قد تشارك الأولياء اللحم والدم اشتركوا كذلك هو فيهما لكي يريد بالموت ذاك الذي له ايه سلطان الموت اي ابليس ويعطي اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل ايه حياتهم تحت العبوديه فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم بصوا معايا الاتحاد هو اشترك هو كذلك فيهما في اللحم والدم ليه عشان يبيد بالموت بموت ذاك اللي ليه سلطان الموت اللي هو ابليس ويعتقنا احنا اللي احنا خوفا منين من الموت عشنا كل حياتنا تحت يعتقنا ده اتحد بينا فالمسيح في المعمودية بيعلن قولوا معايا عن ايه اتحاده ايه بينا احنا خد مكاننا احنا حمل خطايانا حمل اللعنة عنا وادانا بره بر طاعته للناموس الطاعة الكاملة وبر موته على الصليب وبر كمان حياته اللي عاشها الوحيد اللي أصر قلب الآب وهنقرا في آخر الجزء ده يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به إيه هو ده الوحيد اللي أصر قلب الآب هو ده اللي أصر قلب الآب فإحنا بإيماننا بالرب يسوع المسيح واتحدنا به بيحسب لنا إيه هو حمل خطايانا حمل عجزنا حمل اللعنة عنا واحنا باتحادنا بيه واتحاده بينا بيحسب لنا ايه؟ يحسب لنا بيه اول حاجة اللي هي في المعمودية هي ايه؟ معي؟ الاتحاد الجوهري المسيح حمل ايه؟ اتحد بينا اتحاد الجوهري حاجة التانية المسحة مسحة هنا مسحة الروح القدس هنلاقيها في ايه بقى؟ هي دي؟ الحمامة ايه الحمامة اللي نازلة على شخص الرب يسوع المسيح في المعمودية مسحة مسحة معناها طبعا غير المسحة اللي انتوا بتعملوها دلوقتي عشان كورونا مش كده دي مسحة الروح القدس دي المسحة دي معناها فرز تعيين تخصيص العمل ومهمة محددة ياخد قوة من الآب عشان في مهمة معينة هيقوم بيها مسحة والمسيح كان على الوشك ان هو ينطلق بقى في الخدمه بتاعته مش كده في الخدمه بتاعته مسح من الاب واخذ القوه دي واللي كانوا بيتمسحوا او يمسحوا في العهد القديم هم ثلاثه مين الملك والكاهن والنبي مش كده فهو جه ملك حتى في ميلاد وجوم المجوس وقالوا اين هو ايه المولود ملك فهو ملك جاي يملك ملك روحي ملك على قلوبنا صح كده وهو كمان الكاهن ورئيس الكهنه اللي هو جاي يقدم نفسه ذبيحه طاهره ذبيحه نقيه يموت على الصليب من اجلنا احنا كده وهو كمان ايه نبي مش جاي بس يوصل لنا رساله لكن كان هو كمان ايه هو نفسه الرساله قال من راني فقد ايه هو الابن الوحيد اللي في حضن الاب ايه خبر الله لم يروا احدا قط كناش نعرف الله لكن عرفنا الله في مين وجه يسوع المسيح شوف وجه يسوع المسيح فهو الملك هو الكاهن هو كمان ايه هو مسح مش كده مسح واخذ القوه دي عشان يتمم الخدمه بدات الخدمه بتاخده بعديها على طول هنلاقيها كمان بدات بالتجربه على الجبل ركزي معايا التجربه وفي التجربة من إبليس يعني إبليس واجهه بثلاث حاجات احتياجات صعبة أول أول حاجة الخبز احتياج مادي مش كده؟ كنت ابن الله كل هذا الحجارة أن تصير إيه؟ خبز ما سقط فيه آدم الأول نجح فيه مين؟ آدم الثاني يسوع المسيح وآدم الأخير معايا؟ الاحتياج المادي الأكل اللي وقع فيه حواء وآدم صح؟ حاجة الثانية كانت إيه؟ كانت السلطة أنا أعطيك كل هذه إن قررت وسجد قال له لا مكتوب للرب لها إيه السلطة الحاجة الثالثة هي إيه الشهرة إيه ارمي نفسك من على إيه الهيكل هياخد شهرة ومجد من الناس قال له لا تجرب للرب إيه المسيح رفض ياخد حاجة من إيد إبليس عشان يمجد مين يمجد الله ما سقط فيها آدم انه اخذ من ايد ابليس ابليس مش
كده؟ فلم يمجد الله وسقط في الخطيه. لكن المسيح رفض ياخد اي حاجه من ابليس، لان هو جاي ده الوحيد اللي هيمجد مين. عشان كده يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت. المسحه هنا مسحه الروح القدس، لان هو هنا مدعو هنا جاي لرساله. لكن يختم الخدمه بتاعته دي بالعمل الجليل العظيم بموته على ايه، وهو ده الغرض العجيب اللي جاي من اجل يسوع المسيح، ان يجي يطيع الايه بطاعه كامله ويموت على الصليب نيابه ايه عنه. كل ده فين؟ ده في المعموديه. نشوف لكن حاجه ثالثه بسرعه هنا نلاقي بقى التاكيد. ايه التاكيد؟ في الاخر خالص يقول الاب كده، جاء صوت من السماء، هذا هو ابني الحبيب الذي به ايه سررت. والتعبير ده يوضح عن علاقه المسيح بالاب، ابني الحبيب، علاقته بيه بنوة دي. هو ده ابن الحبيب الذي به ايه سررت، يعني ده الوحيد اللي يعني ارضى الاب، وهذا الوحيد اللي ارضى الاب، اللي الاب رضي عنه. هو ده طبعا نقرا عنه بيروح النبوه في العهد القديم اشعياء 42 الايه الاولى، هو ده عبدي الذي اعضله مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي ايه علي فيخبر الامم بالحق. ده العبد اللي كان بيتكلم عنه سفر اشعياء، مش كده؟ ده عبد، ده مختاري، ده اللي سرت به نفسي، انا وضعت روحي ايه علي، هو ده اللي هيخرج الحق. جه المسيح واتكلم بالحق، جه المسيح وقال انا هو ايه الطريق وايه هو ده الحق، هو ده الحقيقه، ده يسوع المسيح. واخدين بالكم معايا؟ فعشان كده الاب يقول عنه هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه، هو ده اللي اصر قلب مين الاب. طول حياته على الارض وموت على الصليب يسوع المسيح ارضى الاب، حتى ان على الصليب يقول قد اكمل الصلاة الشفعية، يقول العمل الذي أعطيتني قد إيه أكملت. هو الوحيد اللي أرضى إيه. ليه بقول الكلام ده؟ لأن اتحادنا بالمسيح بيحسب لنا بر المسيح، بر طاعته للناموس، بر موته، بر حياته كلها، قداسته وتقديسه يحسب إيه؟ يحسب لنا معايا. يبقى في المعمودية نشوف ثلاث حاجات أسمعهم منكم. أول حاجة كانت إيه؟ الاتحاد. اتحد بينا إحنا معايا. الحاجة الثانية المسح. الحاجة الثالثة التأكيد، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. التطبيق اللي أنا عايز أقوله بقى نطلع بيه معايا، تبعيتنا للمسيح تبدأ بالاتحاد دي. لاحظين معايا؟ اتباعك للمسيح يبدأ إزاي؟ يبدأ بالاتحاد دي. مش تقرأ عنه وتسمع عنه، يبدأ بالاتحاد دي. والاتحاد بالمسيح معناه تسليم الحياة لي. الاتحاد بالمسيح معناه صلب وموت ودفن وقيامة معه. الاتحاد بالمسيح يقول عنه الرسول بولس كده في غلاطية 22، مع المسيح صلب فيه يحيى لا أنا فللمسيح يحيى فيه، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه إيه؟ مع المسيح صلب، مش كده؟ عالدين التحاد بالمسيح أوضحه لك أكتر في رومية 6. رومية 6 آية 3-4 يقول كده، إن كل من اعتمد يسوع المسيح اعتمدنا لموته، خلي بالكم عليه، اعتمدنا إيه؟ لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، أي لموته، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. فعلى ابنها يقول نبقى في الخطية، لا احنا عايشة الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها، مش كده؟ بصوا تاني عين الكلمة دي وشاور بإيدي كده عشان تلخص معنى الاتحاد ده. يقول لنا كل من اعتمد ليسوع المسيح، اللي سلم حياته المسيح، اللي ارتبط بيه واتحد بيه، كل من اعتمد ليسوع المسيح، عارف؟ اعتمدنا ايه؟ بص لموته، لموته، فدفننا معه في المعموديه، في دفن، موت ودفن، حتى كما اقيم المسيح من الموت، نسلك نحن ايضا معه في جدتي الحياه. فالمسيح صلب
ودفن وقبر وقام ايضا وعاش الحياه لترضي الله. الاتحاد بالمسيح معناه، الاتحاد بالمسيح معناه ان انا بموت، بتحد معاه في موته، صلبه، موته، في الدفن بقوم معاه بيقيمني، وبعد كده اسلك في جده الحياه، معنى في حياتي الجديده. يعني نقدر نقول كده في كورنثوس الثاني 5:17 الاشياء العتيقه بلها جوز الكل قد صار ايه؟ قد صار جديده، مش كده؟ فتبعيه المسيح تبدا بالاتحاد بيه، ان انا بتحد بيه، ان انا برتبط بيه، بتصف بيه، ان انا بامن بيه، بسلم الحياه بيه، وبالتالي انا بتحد بموته، بتحد بدفنه، بتحد بقيامته يقيمنا، بتحد بالحياه اللي هو بيعيشها، الحياه دي الجديده. امين. عشان كده يقول في كلوس ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ايه؟ انتوا قمتوا مع المسيح بقى اطلبوا ايه؟ فهو قام واقامنا ايه؟ معه، واجلسنا معه فين؟ في السماويات، مش كده؟ نسلك في جده الحياه، عن الحياه الجديده بقى، الحياه ايه؟ الجديده اللي تمجد الله. بصوا بقى باختصار كده، لكل شخص اتحد بالمسيح الله يديك 3 حاجات تعملها. يديك كم حاجه؟ اول حاجه يديك قوه تعمل الاعمال اللي خلقت من اجلها. اتفضل ركز معايا. يديك قوه تعمل الاعمال اللي انت خلقت من اجلها. خلي بالك اول حاجه، ودي توضحها افسس 2 عدد 10 في افسس 2 يقول لاننا نحن عمله مخلوقين المسيح يسوع لاعمال صالحه سابقه نقعدها لكي نسلك فيها. شوف الحته دي بس، لما ترجع بقى لبدايه الاصحاح يقول ايه؟ انتم الذين كنتم قبلا ايه؟ انكم كنتم قبلا ايه؟ لان نحن في البلاد اموات وانتم الذين كنتم اموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الان في ابناء العاصي. ونحن كنا ابناء الغضب، كنا ابناء الغضب. بص الماضي تمام، وبعد يقول الله الذي هو غني الرحمه من اجل محبته الكثير. بص النقله التي احبنا بها، ونحن اموات بالخطايا عمليه احيانا بالنعمه. بص التغيير، انتم مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطيه ايه؟ الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. مش كده؟ شفت النقله، شفت الماضي كان ايه، وشفت النعمه لما اتقابلت معانا ورحمه الله غيرتنا ازاي، اصبحنا مؤمنين. ايه اللي يحصل بقى؟ يقول لاننا نحن عمله. احنا ايه؟ عمل مين هنا؟ عمله هو بقى، الخليقه الجديده، مخلوقين ايه؟ في المسيح يسوع، خليقه جديده. تمام؟ ليه بقى؟ لاعمال صالحه هو سبق وعدها لكي نسلك فيها. تمام كده؟ اللي بيتلخبطوا في حته الاعمال، مش كده؟ احنا مش بنعمل علشان نعمل عمل عشان نخلص، احنا لاننا خلصنا بنعمل اعمال الله لمجد الله، فبالتالي نعمل اعمال الله بطريقه الله لمجد الله. معايا؟ نعمل ايه؟ اعمال الله بطريقه الله لمجد الله. اي اعمال نعملها بعيد عن الايمان، بعيد عن المسيح، من غير ما نتغير التغيير ده، ليس من اعمال كي لا تفتخر. ويبقى وراها مجد الذات، مجدنا احنا، مش كده؟ مش هتمجد الله. واضحه؟ يبقى بيدينا الاب 3 حاجات. الحاجه الاولانيه بيديك قوه تعمل الاعمال اللي انت خلقت من اجلها. تمام؟ الحاجة التانية اللي قبل الأخيرة، يديلك قوة تخدمه. قوة إيه؟ اللي هي المسحة من الروح القدس دي. هذه المسحة من الروح القدس هي لكل المؤمنين الحقيقيين اللي اتولدوا ولادة تانية. لما تعرف يوحنا، رسالة يوحنا الأولى صح 2، يقول ولكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. مش كده؟ إحنا لينا مسحة، مسحة الروح القدس، قوة الروح القدس دي اللي من خلالها نقدر نقوم بالخدمة اللي الرب كلفنا بيها. أعمال 1:8 يقول إيه؟ لكنكم، قولوا معايا، ستنالون قوة فتحل الروح القدس عليكم وتكونون ليه؟ شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. مش كده؟ ده يسوع ده من الناصرة اللي أعطاها الله إيه؟ قوة الروح القدس. دي ناخد المسحة دي، قوة الروح القدس اللي بها نقدر نعمل إيه؟ نخدم الله خدمة مرضية. الحاجة الثالثة والأخيرة، لما نتحد بالمسيح، لما نتحد بيه، الحاجة الثالثة الآب يؤكد لينا إن إحنا أولاده.
وان احنا في علاقه صحيحه معاه. زي ما قال الابن كده، هذا هو ابن الحبيب الذي به ايه سررت. الله يسر بينا لان احنا اتحدنا بالمسيح، يسر بينا لان احنا دخلنا في علاقه صحيحه ايه معاه. واخدين بالكم معاه؟ يجي الصوت ده ربما يكون صوت خافت كده جواك، صوت هادي يقول لك انت ابني، انت بنتي، مش كده؟ انت ابني وانت بنتي، يديك التأكيد ده، مش كده؟ عشان كده لما تروح لرومية 8 يمكن عدد 15-16 يقول كده، يقولوا معايا الكلمات دي: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم، يقولوا معايا، روح التبني الذي فيه نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا إيه؟ أولاد الله، مش كده؟ شوف الروح نفسه يشهد لأرواحنا. وفي يوحنا الأولى 3:1 يقول لي: انظروا آية محبة إيه؟ أعطانا الآب حتى إيه؟ ندعى أولاد الله. ويوحنا 1:12 لأن كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان إيه؟ أولاد الله، مش كده؟ أولاد الله. ولما قالوا له كده للمسيح علمنا أن نصلي، قال لهم قولوا إيه؟ أبانا الذي في السماوات. بنوة المسيح تختلف عن بنوتنا. بنوة المسيح بنوة أزلية. بنوة إيه؟ أزلية. بنوتنا احنا هي بالتبني، مش كده؟ هو تبنانا، اتبنانا ورضي بينا، مش كده؟ فيدينا التأكيد ان احنا ايه؟ اولاد واحنا بنات، كنا ابناء فنحن ايه؟ نحن الورثة، ورسول مع الله يسوع ايه؟ يسوع المسيح. في المعمودية بنشوف ايه؟ انا براجع الافكار بس ونصلي. في المعمودية بنشوف ايه؟ الاتحاد، انه اتحد بينا، مش كده؟ هو تمم الناموس، هو مات عنا على الصليب، هو عاش الحياة التي ترضي الآب السماوي، هو الوحيد اللي أصر الآب. إيمانك بي واتحادك بي يحسب لنا بر المسيح. هو حمل خطايانا، شال خطايانا، هو تضامن معنا ويدينا بره في حالة ما نؤمن بي ونسلم لي الحياة. في المعمودية نشوف المسحة دي، المسحة دي. في المعمودية نشوف كمان التأكيد للمسيح أنه هو ده ابنك الحبيب الذي به سورة اللي أصر قلب الآب. الاتحاد معناه ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نسلم الحياة للمسيح، نسلمه حياة، ان احنا نتحد بيه شخصيا، اتحاد شخصي، اتحاد حقيقي، ان احنا نموت عن كل خطيئة، نطلب ان احنا نقوم معاه، نتحد بيه. في الحالة دي بيديك قوة انك تعمل، مش اعمالك انت، لا اعماله هو اللي اعدها بطريقته هو ولمجده هو، كده؟ ادينا كمان مسحة الروح القدس للسعادة ان احنا نخدمه، مش كده؟ كمان يأكد لنا ان احنا اولاده واحنا بنات. هذا هو ابني، هذه هي بنتي الذي به ايه؟ سررت. ونسر قلب الاب السماوي باتحادنا بشخص يسوع المسيح. انا بقول لكل مؤمن ومؤمنه موجود الان، اشكر ربنا، اشكر ربنا لاجل عمله من اجلك على الصليب، اشكره لاجل المسيح اللي اتحد بيك واتحد بيكي. واسأل نفسك السؤال ده: هل فعلا أنا يعني أخذت قوة بيها أعمل أعمال الله بمجده هو وبطريقته هو؟ وفكر كده، هل فعلا إحنا أخذنا المسحة دي، لنا المسحة دي من القدوس عشان نعمل عمل الله ونخدم خدمة الله؟ هل أنت واثق فعلا إنك ابن وإنك بنت دي، ولا إبليس بيشككنا؟ وأقول له كل واحد لسه ما اختبرش ده، لا تتوانى، دي فرصة انك انت تيجي وتتحد بالمسيح وتحط ايدك في ايده وتقول له: انا بسلم لك الحياة بجملتها يا رب، انا من النهاردة هبدأ معاك، غيرني غيرني يا رب. امين.